فارس، يعني الحقيقة ان احنا دايما بنتحدث عن السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر منذ يعني عشرات السنين. ووقت أزمة كورونا تحديدا شفنا طبعا في ظل بقى اللوك داون وحالة الإغلاق العام اللي كانت موجودة في العالم ظهرت أهمية تنشيط السياحة الداخلية. ووقتها المصريين في السياحة الداخلية يعني خلينا نقول بمنتهى الثقة إن هم شالوا قطاع السياحة في ظل الأزمة العالمية وإغلاق المطارات العالمية والحالة اللي عشناها من 3 سنين فاتوا. فبتظهر أهمية السياحة الداخلية، جهود حضراتكم في تنشيط السياحة الداخلية من خلال التعاون بينكم كمجتمع مدني وكنقابة وأيضا بينكم وبين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني. بالفعل في ظل الجهود المبذوله من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع السياحي، وشفنا ده للعالم كله اتاثر بيه، طبعا العالم كله اتاثر بازمه كورونا العالميه، لان القطاع السياحي على مستوى العالم كله في 520 مليون موظف او عامل بيشتغل في القطاع السياحي، مصر فيها 3 مليون بيشتغلوا في القطاع السياحي، السياحه فعلا بتمثل المصدر الثاني للدخل القومي بنسبه بعماله المصريه 12.6 من حجم العماله المصريه. طبعا احنا بنشتغل في القطاع السياحي وكعمل نقابي مهني عمالي وطني بنوصل رساله ان السياحه الداخليه هي فعلا اللي عملت تشجيع على اعلى مستوى في ظل هذه الازمه، وبناء عليه احنا فعلا شغالين. بدانا من المدارس، يعني امبارح بالامس بالفعل انا كنت في مدرسه وكانت المبادره عنوانها بالتنسيق مع مجمع اعلام السلام والهيئه العامة للاستعلامات اللي تابعة لرئاسة الجمهورية داخل مدرسة اجتماعية، وبتتكلم على تنشيط السياحة، تشجيع السياحة والداخلية ومدى أثرها على المجتمع المصري. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي بتمثل، هي فعلا بتمثل المصدر الثاني للدخل القومي بعد الصادرات والواردات وقناة السويس. لا، السياحة احنا كمجتمع مصري بنعمل على أهمية السياحة عند الطفل والطالب في المدرسة أو في الجامعة، بنقول له بلدك هي مصر، لازم نشتغل عليها وازاي تحط صورة على بلدك على البروفايل بتاعك، مصر في صورة، مصر لازم نحطها في كل الأماكن عشان نقدر نروج عنها سياحيا داخليا. حلو قوي، يعني حضراتكم بتشتغلوا على كل القطاعات، فبادئين من النشأ ومن طلبة المدارس ان هم ازاي يستخدموا السوشيال ميديا في التسويق بشكل كبير عن مصر وحضارة مصر. واحنا لدينا الحقيقة يعني شفنا على مدار السنين اللي فاتت جهود من الدولة المصرية في تنشيط السياحة من خلال أفكار خارج الصندوق، يعني شفنا موكب نقل المومياوات كان يعني شيء مشرف جدا لكل مصري، وبالمناسبة بعد كده وزارة الطيران المدني ومصر للطيران استخدمت الفيديوهات دي في المطار، فكان كل السائحين وهم نازلين بيشوفوا جزء من الفيديوهات دي، فده برضو بيعزز من قيمة مصر وحضارتها وإبرازها للعالم أجمع. وشفنا برضو طريق الكباش وافتتاحه والعديد من حتى المناسبات